ولا في الشتاء وفي الطبيعة، الطبيعة هي الطبيعة. كنت بغيت نعمل لكم اللايف ولكن خسارة، ما عنديش زعما تروجي فيها بزاف. اش كان جيهن بدر بيزي سيش جيه، انا كتعجبني الشتا نعود اي مومنت بيتا. انا اخوتي كتعجبني الشتا نتفزق فيها، بالخصوص ملي كتكون النفسيه شويه متغيره. يا شنو هادي الكرانا ولا شنو غلاله؟ شقال ما عرفتش، عند المناخر ديال الشفاين ديال الحلوف. هالو من اخر عند الحلوف هذا، الحليل في ستيتو، هذا هو الحليل في ستيتو. نضرب واحد الفوطه زوينه مزيونه. بزاف كيقولوا لي علاش كتقولي زوينه. واو كيعجبني صراحه الله. من الاحلام اللي كنت كنحلمها في الطفوله ديالي، كنت كنحلم زعما غنكون عايشه في واحد المدينه فيها الثلج، وفاش كنت كنشوف الاغاني ديال قديم الصاهر في ايام زمان، كنت كنشوف هاد الديكور ديال فصل الخريف ديال الاوراق طايحه. وسبحان الله الحلم اصبح واقع. الريحه ديال مع هذه الشتاء ماشي الاولانيه، وانما انا اول مره كنتمشى في الشتاء هيدا هنايا في فرانكفورت. الريحه ديال الشامبينيون. هالو او شحال الشامبينيون هنايا مزيونين. واو زير شان شامبينيون. جا واحد بحال داكشي اللي كنت كنشوفه في الافلام، ياك في الرسوم زعما الافلام ديال الرسوم المتحركة، افلام ديال الاطفال. وهاد الهضبة هادي ما عرفتش ديالاش صراحة، جو مزيون خاصة كطيح. اللي يقول اش كتعمل شتا كطيح، ولكن ماشي زعما شي شتا كطيح. هادو الاوراق ديال الشجر، هادو كتكون شجرة كتكون الورقة ديالها خضراء، ومن بعد سبحان الله كيتبدلوا اللون الاحمر، كيتسمى بالشجر ديال اكتوبر. في اكتوبر كيرجعوا الكولور ديالهم في الاحمر. ما عرفتش فيها ما هنمشي، نمشي من هنايا وقيله، انا ما دخلتش من هنايا ولكن بغيت نمشي من هنا. لا من هنا لا، انا لا لا، ارجع. اوه التليفون رجع فازك. شتي مزيونة. اوه الحليلف ستيتو. الحليلف شكون لي خصو العاود نشير؟ شكون لي باقي عاقل على العاود نشير؟ يقول لي انا. شكون لي كان عندهم العاود نشير؟ يا حصر على العاود نشير، حنا كان عندنا العاود نشير. العاود نشير غزال اخوتي، شكون لي محتاج العاود نشير؟ هادي معرفتش شنو هنايا، هنايا بالضبط هي، معرفتش شنو هنايا بالضبط. هذا ماشي الحلوف هذا وقيله، هذا لا ماشي الحلوف، سمحوا لي نسحب لي اخوتي الحلوف. لا ماشي الحلوف، سمح لي ماشي الحلوف. طلعتي او ماي جاد، نعمل له واحد الصويره. لا ما طلع ماشي الحلوف. هو كيكون في الخضر وانا عاود قلت له الحلوف. لا الحلوف ماشي الحلوف هذا. هنايا هاد المحميه وقيله كنظن فيها هاد النوع ديال هاد الحيوان هذا، ما عرفتش ما درتش شنو اسمه، راه مكتوب بالالمانيه. ما عرفتش هاد المحميه ديالاش. الطياره طايره في السماء. واو اشتا كطيح يا خوتي، اشتا كطيح. المطر يهطل
على ما تروي واحد ثاني. الكور مزيون صراحه، بغيت نمشي رفين. انا هاجي خوتي لهنايا تخبع من الشتا، تخبع في الشجار، تخبع في الشجار. صراحة الله الشتا مزيان الانسان يتمشى فيها، ولكن ماشي زعما بزاف الانسان مزيان مره بخصوص ملي كتكون ديك الشتا اللي كتكون رقيقه مزيان الانسان يتمشى فيها صراحه. انا بعدا انا نهضر على راسي، كنرتاح فاش كنتمشى في الشتا، بخصوص فاش كنكون مثلا معصبه، ولا كنكون مثلا الانسان كيكون كيمر بشي ظروف اللي هي او شامبينيو. اليوم نهار ديال الشامبينيو، او بيزيسا اليوم نهار ديال الشامبينيو، نعرفش واش نقدر نديه معايا للدار. بيزيسا واو، اليوم نهار ديال الشامبينيو اخوتي. نضرب لكم واحد التصويره هكذا، ونضربها هيدا، ونضربها من تحت، كيجي مزيون باين. اليوم نهار ديال الشامبينيو. هالو كلاين الشامبينيو. اها بابا صراحة الله الجو مزيون، الدنيا غزالة، الشتيوة كطيح نقية، غزالة كتنقي الدنيا صراحة الله. الله يرحمنا قد النفع، مكاينش فحال الشتا. زعما الشتا راه هي نعمة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى، الله يرحمنا قد النفع. ما سخيتش وانا بغيت اخوتي ندي هاد الشامبينيون، ما عرفتش واش نقدر نديه، واش عندي كيكون مسموم، يكون كيعمل شي حساسية. لزيج والله الا لزيج، ما عرفتش كيفاش كيصلح هاد الشامبينيون، ولكن حيت ماشي اي انواع ديال الشامبينيون كاملة كتكل. وكاين واحد النوع ديال الشامبينيو ديال الغابه الدري، كيكون غالي، وكاين الناس اللي كتعرفو كيمشيو كيجمعوه. هادي منطقه بحال الغابه، خساره الطياره ما كتبانش، جات فوق السحاب، والسحاب مغيم، ما كاينش زعما الدنيا هكا. ما كرهتش كدي، تعجبني هاد الديكور ديال الشامبينيو والله. شوفوا اخوتي تمنى تسمع يعجبكم، عجبني ولكن لايضة ما عنديش كاش نقطعو، وخفت يكون زعما يكون كيعمل شي حساسية. حمامة حمامة جات هي تخبع مع الشجيرات. ما بيزيت شونه.